سلسلة من الندوات اللي غادي يقدمها قطاع المحامية والمحامي الاتحاديين فيما يخص الترسانة القانونية اللي هي جاري بها العمل في المغرب. ضروري أن بعد دستور 2011 خاص تعود النظر في القوانين اللي تسنت، مثلا قانون الأسرة الحمد لله هو غادي الطريق النهائية. فيما يخص قانون المسطرة المدنية هو الأساسي في تدبير الأحكام والمحاكمة. خاصنا قانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي، وحنا في الاتحاد الاشتراكي دائما كنا سباقين باش نساهموا قدر المستطاع في تطوير القانون المغربي باش يولي قانون يعني متقدم، قانون عصري، قانون ياخذ بعين الاعتبار جميع التقدمات التكنولوجيه اللي كيعيشها العالم الان. هو كينظمها الاتحاد الاشتراكي في مدينه الدار البيضاء بمناسبه الدخول السياسي للمرحله المقبله، نظرا لواحد اعاده الهيكله ديال التنظيم في الدار البيضاء. وهذه ندوه من بين عدد كبير من الندوات اللي غادي يشتغلوا عليها، اللي كتهم بالاساس مدينه الدار البيضاء، الاشكالات العمرانيه، الاشكالات الاقتصاديه الماليه، كل ما يتعلق بالدار البيضاء. فاخترنا نبداو بهذا الموضوع نظرا لراهنيته الان، لانه البرلمان ديالنا مقبل على التصويت على واحد القانون الذي سيغير وسيمس بحقوق المواطنين والمتقاعدين. ونحن لا نعرف ما هي الاسباب التي ادت بالحكومه الى تعديل القانون اللي المفروض انه ليس فيه العيوب الكثيره، الا كان غنعيشوا واحد المنطق فين ما كانت شي حكومه في 50 تبدل جميع القوانين في البلاد. وهذا شيء اللي ما كاين في حتى شي بلاد اخرى. يمكن الانسان يقول في واحد القانون معين كاين فيه واحد المشاكل يمكن نعدلوه جزئيا، اما انه وقت ما كانت عندنا حكومه كتعاود جميع القوانين في البلاد ما غيبقى عندنا لا استقرار لا سياسي ولا اقتصادي. وحتى المستثمر اللي حنا اليوم الاجنبي اللي كنحاولوا اننا نستدعيوه لبلادنا باش يساهم في تنميه بلادنا ما غيبقاش عنده واحد الاستقرار في المعلومات اللي عنده. فاذا هذا القانون كنعتبروه ماشي فقط غير قانون ديال الناس القانونيين، هذا قانون اللي غادي يمس الحياه الاجتماعيه، الحياه الاسريه والحياه الاقتصاديه، وغادي يزعزع الاستقرار القضائي اللي عارفينه بلادنا حتى اليوم. كاينه اشكالات كاينه مشاكل، ولكن الحكومه ما كنفهموش انها عدلات قانون كامل كنظن شي 600 فصل في الوقت، لانه الحالات اللي كوضع مشاكل هي واحد 4 ولا 5 الحالات اللي مع الاسف لم يحل هذا المشروع. فهذا هو النقاش اللي غادي يكون اليوم ان شاء الله. داخل قطاع المحامي الاتحاديين بالدار البيضاء قررنا ننظموا هذه الندوه اولا من اجل اعداد توصيات ومقترحات بخصوص مشروع قانون المسطره المدنيه المعروض الان امام لجنه العدل والتشريع. طبعا الفريق البرلماني المعارضه الاتحاديه وقيم بالواجب ديالو وقيم بالعمل ديالو، لكن حنا ارتئينا نديروا ندوه بمساهمه مختصين بمساهمه ممارسين بمشاركه رجال قانون من اجل اعداد توصيات ومقترحات مضبوطه ومحدده. لماذا؟ لان الكل يعلم الاهميه ديال قانون المسطره المدنيه، كنعرفوا ان هذا المشروع فيه واحد العدد المقتضيات التي من شانها ان تمس بشروط المحاكمه العادله، ومن شانها ان تمس بالتمييز بين المواطنين. كاين واحد عدد المقتضيات عدد المقتضيات اللي فيها اشياء يمكن غدا تمس بمبدا الولوج المستنير للعدالة. لهذا فاحنا درنا هذه الندوه بحضور فاعلين، بحضور اهل الاختصاص، بحضور ممارسين بشكل يومي ولهم تجربه طويله من اجل اعداد توصيات ومقترحات اللي غادي نقدموها طبعا للفريق البرلماني الاتحادي، وغادي نقدموها للجميع باذن الله من اجل الوصول ومن اجل الوصول الى قانون فعلا يعني يحقق لنا شروط المحاكمه العادله.